فتدفقوا للحارة بشكل كبير جدا، وتم فتوح البوابة الشرقية حق الذي دخلوا منها، تم فتوحها ومع تدفق المواطنين بشكل كبير. يعني اتناثقوا في الارض في المدرجات، لاني مدرجات مدرجات مع التدفق الكبير. اكتبس تحتهم يا عم، اكتبس تحت، انا فوق الحجار وهم فوقي كلهم، رجلي وقعد الحين وظهر. احنا استقبلنا الحالات، قمنا بفرز الحالات على اساس الحالات الذي البلاك زون، الحالات الحرجيه اللي هي متوفيه،